السلام عليكم. البارح حكينا على موضوع لي فوزي، اليوم ان شاء الله باش نحكيو على موضوع اخر اللي هو نورمالمون اول موضوع يتحكي عليه هو لا سيكوريتي. سيكوريتي لراحك وسيكوريتي للبينو نتاعك وسيكوريتي للماتيريال نتاعك. باش نبدو بالسيكوريتي للروح. سيكوريتي للروح هي اول حاجه لابوي دو سينياليزاسيون. لابوي دو سينياليزاسيون تجي لابوي ومعها درابو نتاعها، العلم هذاك نسموه البافيون، تفهمي؟ البوي لشنو ملزومه؟ باش كي انا نهبط نعوم ونحطها بحذايا، اي صياد بحذايا ولا جاي من بعيد يعرفني اللي انا فما شكون قاعد يصطاد غاديك. والا لي جيتسكي والا الباتوات كيف معناتها لي بتي باتو، مش نحكي على الباتوات الكبار، ولا لي زودياك كي تعدو يشوفك من بعيد يعرف اللي فما بلونجور ولا فما شاسور، يولي يبعد. لذا محمد رسول الله هذيا سيكوريتي للروح. من جملة لي سيكوريتي للروح زاد الكوتو نتاعي. كيفاش نختار الكوتو نتاعي؟ نختارها انها تكون ماهيش كبيرة ياسر وماهيش صغيرة ياسر، ويلزمها تكون ما تدخلش من بلاصتها خاطر سينو تضيعها، وكي تجبد يلزمها تجبد بسهولة وترجع كيف بسهولة. حاجة أخرى بالمستحسن، سكينة البحر كي تجبدها كيما تنجم ترجعها هكا، كيما تنجم ترجعها هكا، معناتها دوبل سونس. علاش؟ على خاطر ساعات كي تجي انت مثلا باش تبدا كعب تحوت داخلها لها من هنا وتبدا تدور، من بعد كي تجي باش ترجع ساعات تبدا يعني بالعكس، ميزماش ما تدخلش، لازمها تدخل. هذاك علاش لازمك تختار الكوتون نتاعك يدخل كيما هكايا ويدخل كيما هكا، يعني دوبل سونس. هذايا لونغولوغ هذايا باش يخلي لك البوايه ما تهربش عليك في البحر كي تهبط انت تعوم. فهم شكون يسميه اونغولوغ، فهم شكون يسميه دي غولوغ. يجي ان اونغولوغ الحبل نتاعو من المستحسن كل واحد كيفاش، يعني كل واحد في قداش يغطس يعني غرق. انا عندي 20 متر نغطس في اقل من 20 متر وانت يكفيني. ويجي معاه الستاج هذا ينجم يكون مرطل حتى شي كيلو اكثر، ليه خاطر يولي تعب. حتى 350 غرام اللي هي هذه 350 غرام تزز، وديجا جربتها طياره برشا. مش هذا موضوعي، مش نقول انا موضوعي اكثر حاجه البوي والسكين. باه خلينا نرجع للبوي. البوي ما فماش كان هذا، فما انواع برشا اشكال وفيها اسلم، يعني اللي ما عندوش ينجم يشري البروميير بري ويسلك بيه روحو حتى يسهل روحو، خاطر البوي حاجه ضروريه. البوي تجي في الشكل هذا فاهمين، وتجي زاده في شكل بلانش اللي هو كيما باش نحطو لكم لهنا، ويجي زاده في شكل كيفاش نسموه احنا كيما المرقازه، يعني بوي جايه هكا يعني طويله ومدوره. باش نحطو لكم زاده من هنا. هذوما زوج اشكال يعني المتعارفه اكثر في المصيد، وفما الاخرى المدوره قديمه يعني ما عادش برشا عباد يستعملوا فيها. مانيش ندخل في خاصيه يعني كيفاش يعني منش تتكون وكذا، هذيك في مره اخرى ان شاء الله في ليزاكسيسوار كي جيت نحكي في موضوع ليزاكسيسوار. حاجه اخرى البوي عندنا لي بوش نتاعها لازمنا نستغلوها، يعني انا مثلا نستغليه بوش حطيت فيها حاجه اللي هي اسمها ديغاغور. ديغاغور هذا يجي في الشكل هذا، خاطر هذا صانع انا يعني انا اللي خادمه، ويجي زاد في الشكل هذا ولا في الشكل هذا. هذا اللي شنو يصلح باش كي انت توحل الفلاش نتاعك، هذا نحكوا على السيكوريتي نتاع الماتيريال نتاعك، باش كي توحل يوحل الفلاش نتاعك في الحجر
هذا يدخله في الخلف نتاع في اخر الفلاش وتدور وتجبد يجبد لك بسهوله خاطر بيدك وانت لابس الجون باش تزلق يدك على الفلاش ماكش باش نجم تخرج. والا كي باش تبدا يدك ماهيش ما عندكش الجون باش تجرح روحك بوريان لك شي حديد ما فيها حد شيء تخدمها عند اي حداد ما فيها باس حتى كان تصدد ما يسالش لكن اوموا تمنع الفلاش نتاعك خاطر الفلاش زاده مش غالي اذا كان هنا في فرنسا يسوى يعني في الكارون تورو و 50 تورو يعني نتصور في تونس يعني 100-120 الف يمكن الله اعلم انا قلت 100-120 الف والله اعلم ينجم يكون الفلاش في الزناديك باهي. حاجه اخرى في البو انا علقت زفارة لا قدر الله عندي صاحبي بعد علي ياسر ولا عندي ولا الريفي زودياك جيتني من قريب وما شافنيش ولا نجم نزفر على الاقل بوغ اليختي يعني باش نعطيه يعني السينيال نتاعي راني فما شكون موجود هنا البوي كمل لنا ان شاء الله نرجع لها في موضوع اخر نتاع لي زاكسيسوار كيفاش يعني نعلق الحاجات نتاعي فيها وكيفاش خاطر تنجم تعلق لي زاربون نتاعك باه هذايا موضوع. نرجعوا للسكينه تاع السكينه فما عباد كل عبد كيفاش يعلقها فما شكون يعلقها في لافومبرا فما شكون يعلقها في المبرا فما شكون يعلقها في المولي فما شكون يحطها في السبت باه انا مثلا العبد ولا نعلقها في المولي نتاعي انا علاش نحس براحه اكثر في المولي ما تقلقنيش فما عباد تعلقها في لافومبرا ننصح العباد اللي تعلق فيها في لافومبرا ما عادش تعلقها في لافومبرا صحيح وما عملوا حتى يعني سكيكن يعني كيفاش نقولوا احنا يعني سبيسياليزي باش تتعلق في لافومبرا لكن حاجه ماهيش مانيشني تريز ادابت مانيشني ما نتبناهاش الفكره هذايا علاش بور لو سامبل ريزون انك كي تبدا السكينه نتاعك اللي هي هكاي باش تكون هكاي السكينه باش تجبد ديريكت هذه السكينه نتاعي كي نضرب انا كعبه الحوت اللي هي في الحجر وساعات ندخل يدي باش نجبد الفلاش نتاعي باش نسلك يعني الفلاش نتاعي تنجم الشيره هذيا ملي انا دخلت كي نجيش نخرج هذيا تروح في الحجر والا لا قدر الله يبدا فما شويه شبك عالق في الحجر هذيك ما تفيقش بيه انت ما تشوفوش كي تدخل يدك وتجي تخرج يحلك في الشبك ولا قدر الله تنجم تقعد غاديك ماذا بيه الواحد يبعده يحطه في ساقو ولا يحطه في السبته نتاعو طياره برشا بلاصه طياره ياسر فمش كون يحطه في المولي اما من داخل مش عامل الاكستيريور مش على الانتيريور احسن باش اقل مشاكل لا قدر الله باش واحد كي يدخل يدو ما تحلش يدو يقعد ديما يعني اسي ليبر هذا موضوع سيكوريتي ومن جملة حتى سيكوريتي كي يجي مش نحكي كي يحكي على سيكوريتي تحكي على سيرونس تحكي على الاوراق ماذا بيك تكون يعني ريغلو مع الدولة ومع روحك علاش خاطر باش تحمي الماتريال نتاعك لازمك تكون عندك اوراقك علاش خاطر ينجم يعرضوك الشرطة البحرية ولا الحرس البحرية ولا عارف كيفاش يسموهم راه ما ينجم يفكوا لك دبشك في صورة ما عندك اوراق راهم يفكوا لك دبشك هذه خذها قاعدة باش تقعد من بعدك تحاول وتقعد تكلم في المعارف ويا ربي كان سلكتهاش ماذا بيه الواحد يحترم روحه لا يخلي خويا ما يعمل علي حد مزيه وما نعمل مزيه على حتى حد نمشي نستار وراسي عالي بوراقي دبشي اموري واضحه متفاهمين صحيح هي تسوى في تونس 90 دينار في العام صحيح 90 دينار فما عباد ما تقدر لهاش لكن زاد 90 دينار في العام و وماتريال ما يفكولك حد ما فماش ما خير منها هذا موضوع اليوم ان شاء الله تكون عملت نظره شامله على موضوع سيكوريتي ولا موضوع سيكوريتي حاجه كبيره ياسر بلي لحظه برك حاجه صغيره قبل ما نسكروا الفيديو هي تتبع السيكوريتي لكن فما عبيدك اللي يصوروا في روح نشوفهم في الفيديو يصور في روح الاخبون الفيزكا حكايه والكاميرا نتاعو جايه من تيلي بالكل اش يعملوا يدور الاخبون يحط الفلاش قدامه ويبدا يصور في روحه في الماء والمشكله وين انه الفلاش يبدا معمر هي لا قدر الله صار بروبليم في الميكانيزم نتاعك خرج الفلاش
ويمشي يجيك، يجيك في وجهك، ما يجيكش في وجهك، يجيك في راسك، ما يجيكش في راسك، يجيك في بدنك. ماذا بينا نقص من الحاجات هذيك، نحب نصور روحي نجم نحي الصندوق نديشارجي الفيزي نتاعي ونصور روحي ما ثم حتى مشكل. وفما شكون يبدا الصندوق نتاعو معمر، وكما قلت لكم يعني الكاميرا نتاعو من تيلي بالكل شيره الكروس، ويبدا يصور في صاحبه سي كوم سي يعني يقمر فيه. هي لا قدر الله ما نعرفش انا نزل سون فير اكستريم، ولا ما نعرفش انا الميكانيزم تهلك من داخل في الوقت هذاك ولا يتسبب اسيدي وخرج الفلاش، ماك بتجيبه في صاحبك. لازم تبقى على روحك على صاحبك وعلى ماتريالك، لا شاسو مارين ولا المصيد البحر بصفه عامه ولا لا بيش سو مارين، راهو باش تمشي تعمل بليزير، باش تمشي تفدلك وتضحك وتلعب وتبدل الجو، ماكش باش تمشي تحارب ولا باش تمشي تعمل كارثه ولا باش تمشي. ديما واحد يرد باله، هذا موضوع سيكوريتي، موضوع كبير ياسر ومن اكبر المواضيع. باش نستكفوا اليوم يعني نحبسوا لهنا، يظهر لي عملت نظرة صغيرة يعني حكيت على السكينة شوية، خاطر السكينة ما نجمش نقولك اشري هذه ما تشريش هذه، خاطر أسوام وفيهم طايات وكل واحد شنو يساعده، وما نحبش أنا نعطي رأي ياسر في للعباد. أنا رأي صغير يعني بارابور ويمشي تحط على السكوريتي، لكن أنا سكينة تشريها ومورك، أي سكينة رأي تقتل الحوتة وأي سكينة تنجم تسلكك. ليلة محمد رسول الله لابوي كيف كيف لابوي فيها أسوأ، فما رخيصة وفما المتوسطة وفما الغالي. كيف كيف زادة ماذا بيك يعني تشري بوي حتى رخيصة مثالش، المهم تعمل السينيال متاعك في المي ديراجر اللي وريتولكم بك اللي تسلك بيه الفلاش متاعك، ديراجر هذا أنا صنعت وراك نجم تصنع في أي بلاصة، متفاهمين؟ بقينا شنو اللي يحب يعرف منظر معناتها الاصلي كيفاش، معناتها الامير ولا الماركت هذوكم، باش نحطهم لكم لهنا ولهنا ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله تكونوا كملنا، ان شاء الله السلام عليكم، وغدوا ان شاء الله نعملوا فيديو مخير، وان شاء الله الكاليتي نتاع الفيديو هذا تطلع خير من تاع البارح. السلام عليكم.